Are we on? We're on. مرحبا هاربر بازار، معكم سلامة محمد، واليوم برويكم كيف اعتني بقشرتي. اول خطوة اوريدي انا غسلت وجهي عشان ما نخيس الدنيا. استخدمت نيوجين، صابون نيوجين الشاي الاخضر، وايد احبه لانه يناسب كل البشرات الحساسه. ثاني ستيب بعد ما غسلت وجهي وخلصت، الحين بستخدم معاكم النيوجين بايو بيل جرين تي بادز. وايد احبه لانه نفس ما قلت لكم يناسب البشرات الحساسه، وانا بشرتي وايد حساسه. اللي وايد احبه في هالباد غير عن باقي البراندز، ان في قطعتين، قطعة خشنة وقطعة سوفت. اللي وايد احبه في هالقطعة الخشنة انها تقشر الوجه بطريقة وايد خفيفة، ان انتي ما تلاحظين ولا تشوفين، ووايد يخفف من التصبغات وشل الروس السوداء. بليز بنات، يوم بتقشرون ولا you will exfoliate شوي شوي، ما يحتاج نعامل بشرتنا بجفاف. القطعة السوفت اللي بتشوفونها وايد ناعمة تونينج للفيس، تستخدم كتونر للبشرة. بليز لا تنسون رقبتكم. These are واو، وايد احب هالتونرز. الاوردينري وايد عجبني الصراحة، استخدمته لمدة اسبوع وحسيته very effective. وماي ultimate تايم تونر از كيلز ذا سيكا. يو نو وات، قررت احط تريبل تونينج. وايد ناس يسالوني ليش تستخدمين تونر؟ بكل بساطة لان التونر يوازن البي اتش ليفل في يور سكن. ثاني شيء يخلي بشرتكم تكون ردي انها تستقبل باقي الخطوات. واللي بعد احبه في التونر انه ينظف البشرة من بقايا الميك اب، من الليفت اوفرز، وبس احساس النظافة يجنن. بعد التونر احب استخدم اسنس وايد، لان احس ينعم البشرة، والميك اب فوق الاسنس والسيرم روعة. ولو لاحظتوا اني يوم استخدم التونر ما استخدم كوتن باد، لان احس الكوتن باد يشفط كل الاكتيف انجريدينتس وبشرتكم يتم لها ولا شيء. My opinion. We're just gonna sit and wait. الحين بعد ما نشف الأسنس بنستخدم مقورت سيرم. المقورت فوايده وايد عظيمة للبشرة، يساعد الناس اللي عندهم الصدفية ولا بشرتهم تكون وايد جافة. اليوم برويكم how do I do my no makeup makeup look. بستخدم الهايدرا هايدرا لايف من ديور، وبمكسه مع الفاونديشن عشان اللوك ما يكون وايد اوبفيوس. بستخدم 3 ستيكس من الفاونديشن عشان اسوي الكونتور، الكونسيلر اند فاونديشن. وما بكثر من الفاونديشن لانه ما احب شكله يكون اوت ذير. ذاتس ذا بيس، اي ثينك اتس نمبر NC45. والحين بنستخدم NC35، والحين بنستخدم NC60 تي كونتور على الخفيف. ترى دامنا اوريدي نقطنا وجهنا، ليش ما نستخدم البلاشر؟ As well as from MAC, I have no idea what's the shade name. بناخذ بيوتي بلندر. Don't judge me. This is how I do it. Please don't judge me. احط شوية مويسترايزر. And then I blend. اعتذر من كل ميك اب ارتست. بس اللي انا احبه في هالخطوة ان كل حد يعرف بشرته، وكل حد يعرف شو احسن حقه. ف I found my way and it's working so well. سر نجاح هالخطوة
شوية فانديشن. إذا حطيته فانديشن وايد بيسيح وبيروح كل مكان. باودر بستخدم فرشاة وبشوف وين الأماكن اللي وايد دوي بطبطب. أوكي الحين خلصت البشرة برويكم كيف أسوي أيلاينر على الخفيف. To all my makeup artist friends, I apologize. شو سويت؟ حطيت أيلاينر بني، ومو بالضروري تحطونه عدل لأن الخطوة اللي بعدها أهم. الحين شو بنستخدم؟ ماسكارا فالس لاش وايد عيب بتنيل 2 ستابس. وبعدين شو بسوي؟ ما بحط ستيب 2 على طول، بجيب اللاش كيرلر بعدين الكيرل ماي لاش على اليم مو بسيدة اون ذا سايد. والحين بنحط ستيب 2. شخصيا احب مادة العين، فيوم احط الماسكارا على الطرف واسحب عيني على اليم بحس تعطي عيني رسمة احلى. الطبقة الثالثة حتى مع رموشي السفلية اسحبهن على الطرف، وعادي لو الماسكارا راحت كل مكان دون وري تريوا لين الماسكارا تنشف وبعدين نطفي الماسكارا بفرشاة. بستخدم كلير جل من الف وبمشط حواجبي على برا. والحين بنستخدم من ميك اب فور ايفر الليب لاينر 610، نفس البيوتي بلندر. اوكي بنستخدم الحين امبولسيف باودر كيس من ماك. بما ان رمضان وشفايفنا ناشفه بحط شويه من ميك اب فور ايفر اولتا اتش دي ليب بوستر، بس حسب انه يرطب الشفايف الخفيف. ترى هايلايتر بستخدم شيد اسمه بالي من أوفرا. وحينا بنيب البرش وأي آثار ماسكارا just flick it away. This is the final look. No makeup, makeup look. استخدمنا سكين كير، استخدمنا شوية ميكاب، حاولنا ندمج السكين كير والميكاب ويا بعض. إن شاء الله استفدتوا من الفيديو وإن شاء الله عجبكم. Thank you so much for watching. معكم سلامة محمد. Bye bye.